السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحيح، أنا في كان هي مين بس اني واي اه هي هو I am gonna try to do أنا هحاول أتكلم باللغة العربية لأنه بقالي مدة، أنا ما بتفلسفش عليكم، بقالي مدة كبيرة بتكلم بالإنجليزي لأن سبت مصر وأنا صغير، سبت اسكندرية 18 سنة وسبت القاهرة وأنا عندي 24 سنة، من ساعتها كنت فين؟ مسافر. والمعظم يعني اللغة الوحيدة اللي كنت most dominant الإنجليزي، فعشان كده يعني بس ما نسيتش العربي الحمد لله، يعني وبحاول أجتهد في اللغة العربية، فإذا يعني عملت أخطاء فأعذروني. I have been trying to أنا بحاول أعطي المسج، الدعوة لكل الناس لا إله إلا الله محمد رسول الله. This is عقيدة الدين، عقيدة التوحيد. See Orange, Santa Ana, Tustin, Irvine finally arriving Laguna Niguel at Mission Viejo. We'll be departing in approximately 5 minutes. I'd like to remind all passengers, please keep all your items in your immediate vicinity. If you notice any suspicious threats in the baggage, board the train, notify the conductor immediately. There's no smoking aboard the train, ladies and gentlemen. No consumption of alcoholic beverages, and if using any electronic devices, do so using only proper earpieces as well. أنا في القطار. Our quiet car this morning, ladies and gentlemen, is car number 122. If you're car number 122, please remember talking on cell phone, talking loudly, making loud noise to disrupt those around you. Please remember car number 122 is our quiet car this morning. Okay. الحمد لله أنا مش في في العربية الهادية اللي المفروض ما نتكلمش فيها، عشان كده ما فيش حد في القطر يعني، لأن دايما ببقى لوحدي في العربية زي قطر سيدي باشا، قطر الرشيدي، القطر الرشيدي لو افتكر، كنا بنروح نجيب البلح والجوافة. anyway ليه انا بحكي كده؟ لان عشت في مصر وبعدين سافرت، عشت في العراق، رحت سوريا، رحت الأردن، رحت سلكاوي السعودية من العراق ما قعدتش كتير، رحت الكويت سلكاوي من العراق ما قعدتش كتير وبعدين طلعت على أوروبا، رحت تركيا الأول وبعدين عديت من تركيا، رحت ماشي بالأتوبيس، بتهيألي ركبت القطر الدولي مرة واحدة من اليونان لغاية يوغوسلافيا، وبعدين سافرت بقى في كل أوروبا شرقية وغربية، قعدت في إنجلترا في لندن مش فاكر كام سنة وبعدين جيت على أمريكا في سنة 84.
ناو المشكلة والصراع مش ما بين اليهود والمسلمين والمسيحيين والهندوز, مش أديان, مشكلة أديان. It's مشكلة لا إله إلا الله, محمد رسول الله, دين الله, ولا نعيش في ظلمات الشيطان. كل الباقي ده يعني بولد كراب, مع احترامي ليكم, كله بلاموتي زي ما بيقولوا. اوكي That's it. الفراعنة موجودين في كل مكان وفي كل زمان, الجاهلية موجودة في كل مكان وفي كل زمان. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بدين الله اللي أجا به إبراهيم وباقي الرسل والأنبياء. لا إله إلا الله, محمد رسول الله, عبادة الله الواحد القهار. Now الشيطان خرج, طرد من رحمة الله. وعارف هو رايح فين, الديمقراطية والشيوعية والاشتراكية وال dictatorship, let's kill them and this is it, how you live, all of this, it is a way to control the masses and be تعبد أعداء الله. ده اللي فكروا ان هم ممكن يعملوا حرب ضد ربنا سبحانه وتعالى ورسوله. Now, ليه المشكلة, ليه ده هو محطوط على كتافنا احنا, على كل فرد, لان صغير وكبير ما عندناش اكسكيوز, ما نقدرش نكذب وما نقدرش نجيب واسطة. كلنا مخلوقين على هذه الفطرة, فطرة الله سبحانه وتعالى, لا إله إلا الله محمد رسول الله. إحنا العباد وهو الرب, حطلنا سيستم نعيش بيها, نكسب الدنيا ونكسب الآخرة, نعيش مبسوطين ومباركين ونكسب الآخرة. الحيوان الدائم, كل الباقي illusion, confusion. يعني ايه عمل الشيطان؟ الوسوسة
وهم، وهم الشيطان اللي ملهوش ما 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 مش حقيقة، ما تقدرش يعني، كله وهم وكله كنترول، سيطرة على على العقل وعلى الجسم وعلى الجسم، وبياخدك من انك انت تكون انسان بني ادم لحيوان تعبد الشهوات وتحارب كل من يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. Now, العدو الفراعنة مصلحتهم ان هم يسيطروا عليك، بياخدوا هذه العقيدة ويبوظوها في عقول وقلوب الناس. يهودي، مسلم، مسيحي، اثيست، كافر، مشرك، عبدة البقر، عبدة النار، عبدة كلنا مسؤوليتنا، مفيش حد هيجي يدافع عنك، مفيش حد هيجي يدافع عنك، مفيش حد هياخد حاجة معاك. والعدو بيسيطر عليك على أساس يستعبدك وياخدك من عبادة الله الواحد القهار وطاعة رسوله إلى عبادة هذا الكافر، هذا الشيطان. ليه؟ لأنه ده غضبان عليهم ربنا سبحانه وتعالى. ففوقه، فوقوا واتحدوا. ما فيش we got no escape. بتتكلم عربي، بتتكلم انجليزي، بتتكلم بلاموتي، بتتكلم كل حاجة موجودة وكل حاجة مفهومة، لاننا احنا كلنا اتخلقنا على هذه الفطرة، على هذه الفطرة. فبدل ما انتوا قاعدين بتارجيو، كل واحد قاعد عامل لي مش عارف ايه، وكل واحد يقول لك اه لا بالروح بالدم والديمقراطية والحرية وال تسيب الحشيش ولا البايب ده على السايد and get up and smell the coffee ودوق الحمص. فوقه، فوقه. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لا اله الا الله محمد رسول الله. واعرف عدوك، اعرف عدوك. كلنا مسيطرين، مسيطر علينا، واحنا اللي بنعمل هذا، احنا اللي بنولع الحريقه وبنحط الفيول فيها. ليهم هم يتفرجوا علينا ويستعبدونا. بس just sit back، اقعد كده، هو مش لازم تحشش ولا حاجه، اشرب لك كوبايه شاي، اعمل سلام مع اخوك، اخيك، ويشوف ايه اللي تقدر تعمله عشان تكسب الرحمة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. يا سيد مالكش دعوة بغيرك، هو عمل، هي عملت، هي خلت، هي سوت، انت اللي هتبقى مسؤول على عملك. Be kind. Be يعني
طلع هذا الرصد الصدى اللي في نفخنا ده طلعه وارميه وابعده وامشي هاجر منه. واسمعوا للمخلصين، اسمعوا للناس اللي هم اور ائمه، اسمعوا لهم اللي بيقول لك قال الله وقال الرسول. ما تتفزلكش وتقول له لا احنا بالحريه وثوره 23 وثوره عفريت واه يا امريكا فيها رئيس اسود لا حول ولا قوه الا بالله. اعلى واعرف عدوك مين، اعرف عدوك مين. اوكي، الامريكان والاوروبيين عارفين النعمه بتاعت، عارفين الجوهره اللي احنا نتلتم، واخدوها كل التقدم والحضاره اللي هم فيها اخدوها من دار العلوم. لا اله الا الله محمد رسول الله، لا حضاره ولا رقي ولا 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 الا بلا اله الا الله محمد رسول الله. So please recognize who you are. وافتكر مين اجدادك. Our forefathers. Okay. Just sit back and think. And ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يلهمنا الحد. ويلهمنا الرحمة ويلهمنا المعرفة عشان نكسب رحمة الله يرقف بينا. يرقف بينا. That's it. And for what they call themselves leaders committing crimes, اتق الله. اتق الله. Look at the فراعنة. Where are they؟ عبد الناصر والسادات ومبارك وهذا وهذا والشاب بتاع ايران وكمال على الفور. Where are they؟ Where are they؟ And what they took with them؟ اخذوا ايه معاهم؟ اتق الله. اتق الله. امريكا واسرائيل و روسيا والمانيا وايران ودول كلهم مش هينفعوك، محدش هينفعك، مفيش حد هياخد منك الحساب. اتق الله. اتق الله. اوكي. اتق الله. Alrighty. That's it. For my Americans and other places all over, please translate and use Google Translate or whatever. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May Allah subhanahu wa ta'ala bestow mercy upon humanity. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.